بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من هذه السلسلة، سلسلة السلفية في المغرب. طبعا هذه السلسلة هي رد كما تعلمون على افتراءات أبي حفص رفيقي وكذبه في شهادته، خصوصا في لقائه مع الصحفي مصطفى الحسنوي. كنا ذكرنا في حصة أمس كيف تطور تغيير المنكر باليد بفاس بعد مجيء أبي حفص إلى فاس، وطبعا ذلك بسبب فتاويه المؤصلة والمؤيدة لهذا الأمر. اليوم إن شاء الله سنواصل حديثنا في هذا الموضوع ببيان بعض الوقائع والأحداث التي رافقت هذا الأمر. المسألة الأولى، بعد ازدياد عمليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم تضييق الخناق على مروجي المخدرات والخمور ودور الدعارة بفاس، خصوصا بلابطة دار الخميس. يعني هذه العمليات جعلت كثير من الذين كانوا يبيعون المخدرات أو كانوا يستعملونها أو غير ذلك، جعلتهم ينضمون إلى قافلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني فجأة هذوك اللي كانوا كيبيعوا، بعضهم كانوا كيبيعوا المخدرات وبعضهم كانوا كيديروا المخدرات وكذا، لما ضيق عليهم الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غادي يتركوا هذاك المجال وغيدخلوا تاهما إلى ما عرف بالسلفية الجهادية. ولذلك هؤلاء غادي يصبحوا يشكلون مشكلا آخر مضافة إلى مشكلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء أيضا كانوا في السجن، وحتى داخل السجون كانوا يبيعون المخدرات. لنرجعوا للعادة ديالهم القديمة، يعني انتقالهم من بيع المخدرات ومن الإجرام إلى ما عرف بالسلفية الجهادية هو انتقال مصلحي، بحال أبو حفص حنا. يعني انتقل المصلحة، سالت المصلحة الآن، وينتقل حسب مصلحته من مجال إلى مجال، من فرقة إلى فرقة، من حزب إلى آخر، يبحث عن مصلحته. لذلك هؤلاء كانوا يفعلون المنكرات وأصبحوا فجأة يسيرون في القوائل، في القوافل التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بعضهم كان لا يصلي، أو بعضهم كان لا يحافظ على الصلاة، والخطير أن كان فيهم أطفال. يعني كاين بعضهم سنهم 13 14 15 سنة، وأصبحوا هؤلاء يشكلون جماعات ويستعملون، يعني كيخرجوا بحديثهم كيسمعوا حتى شي واحد، شكلوا مجموعات كيديو معهم داك الجباد ولا داك نسميوه حنا الكاري، هذاك اللي كيضربوا به، وبعضهم كيستعمل المالقاطع، واصبحوا يامرون بالمعروف، في نظرهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاذا لقاو شي واحد بشي وضعيه غير اخلاقيه، او شي فتاه مع شي ابن او كذا، فكان يسرقون اموالهم، فلوس ديالهم كيديو لهم، يديو لهم فلوس بحجة أن هؤلاء يستعملونها في أمور محرمة، أو أنهم هم في هيئة. إذن هذه أصبحت هناك يعني بلبلة، وأصبح تقع بعض الأمور خطيرة باسم الدين وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الشباب أو لا هؤلاء الأطفال شكلوا مجموعات، وطبعا خرجوا عن السيطرة، وكانوا يستمدون قوتهم وشرعيتهم من دروس أبي حفص ومن خطبه ومن فتاويه. ولذلك انا اذكر انهم كانوا لما كينزلوا، لانه كان عنده درس في دار القران ديال سيدي بوجيده، فهاد الشباب لما كينزلوا للدرس كياخذوا داك الطريق اللي هابط على اوتيل المريني، وهابط على باب القيسه، وهابط على داك واد السحون، حتى يوصلوا لسيدي بوجيده. طبعا هما كيخرجوا من بعد العصر وكيكونوا جماعات وكيخرجوا كيدوروا على، تعرف من المريني وانت هابط هذيك المناطق كيما يكون فيها شباب مجموعين كيشربوا الخمر، اما تلقى شي واحد مع شي وحده جالسين في شي بلاصه، اما كتلقى، المهم كيبقاو هذيك الوقت من العصر حتى المغرب على ما يوصلوا للدرس اللي تيكون من بعد المغرب، كل يوم الشيطو ولا تلك المنطقه، حتى تيوصلوا الى خارج القصب ديال يعني الواد الذي يمر تحت باب القيسه، كيخرجوا يعني خارج حتى الشجر ديال الزيتون كيطلعوا ليه، يبحثون عن الذين يعاقرون الخمر. فلذلك هذا كان هذا اصبح نشاط، لانهم غيمشيو يحضروا الدرس ديال ابو حفص، فكيمشيو وما قبل وكيدوزوا على هذا.
والما كاين يكونوا راجعين من الدرس راه تقريبا احيانا تيكون 200 او 300 شخص راجعين طالعين من سيدي بوجيده، يعني عدد ضخم جدا كان يحضر دروس ابي حفص التي كانت تلقى في سيدي بوجيده. نفس الامر لما كان كيلقي الدرس ديال يوم الاحد شرح صحيح البخاري دار القران ديال الابيض الذكرات، حيث كاين في كان في زازي الاب رحمه الله، غير تما الامر بالمعروف لان تما طريق يمر وسط المدينه ماشي بحال الطريق لسيدي بوجيده، طريق لسيدي بوجيده يمر خارج المدينه، ولذلك هذا الامر هذا اصبح يشكل خطرا كبيرا. شيوخ فاس كانوا يعترضون على هذه الافعال، سواء الشيوخ خلاص الشيوخ ديال السلفيه التقليديه او السلفيه العلميه ما عندهمش دخل في هذا الشيء نهائيا بتاتا. الشيوخ انا كنقول اللي كانوا محسوبين على التيار السلفي الجهادي وتا هما كانوا عندهم حضور، كان لهم وزن في دور القران، لكن كانوا يعارضون هذه الافعال. وحتى الشيوخ الذين كانوا ياتون من خارج فاس ماشي غير اللي ساكنين في فاس، حتى اللي كيجيو من فاس، وفي مقدمتهم الشيخ الفزازي محمد الفزازي الابن، هذا وقعت له مواجهة عنيفة شيئا ما، يعني عنيفة لفظا مع أبي حفص في هذه المسألة، مسألة تغيير المنكر باليد في إحدى الليالي الصيفية بمدينة فاس، غالبا هذا في يعني في نهاية 2001 أو بداية 2002، يعني في هذا التوقيت بالضبط. كان واحد المناسبة ديال حفل زواج أو زفاف بأحد الأحياء يعني حي السعادة بفاس، وهذا الحفل اجتمع فيه الشيوخ كاملين، كان فيه الشيخ الفزازي والشيخ الحدوشي والشيخ الكتاني والشيخ أبو حفص، كانوا مجموعين كاملين. الشيخ الفزازي وصله بلغه أنه كاين فاس واحد المسألة ديال الأمر بالمعروف، أو تشكاو ليه بعض الناس لأنهم كانوا ماشي الناس العقلاء كانوا هذا الأمر هذا يعلمون أنه لا يؤدي إلى خير، ولذلك طلبوا من الشيخ الفزازي أن يتكلم في الموضوع، فبدأ كلمته ونبه إلى أن تغيير المنكر باليد هذا من اختصاص السلطات، وأننا لو فتحنا هذا الباب لعموم الناس فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكلم يعني كلام علمي موزون دقيق. طبعا أغلب الحاضرين من الشباب بالخصوص لم يعجبهم كلام الفزازي، وأبو حفص حاضر ولاحظ ذلك، وهذه فرصة طبعا أولا يغتنمها لتصفية حسابه مع الفزازي، يسقط الفزازي، وهذا سيأتي معنا سنتحدث عنه، أن أبو حفص لما جاء إلى فاس حاول أن يسقط كل من له رمزية في فاس أو من خارج فاس حتى يستحوذ هو على شباب فاس ولا يضيقه أحد، وهذا غنتكلموا عليه إن شاء الله في حلقات خاصة. فهذه مناسبة أولا ليسقط الفزازي على الأقل في أعين هؤلاء الحاضرين بفاس، وما أدراك ما الفزازي حينها، الفزازي هذا هو الأب الروحي للسلفية الجهادية بالمغرب، فلذلك إسقاطه بفاس سيلمع صورة أبي حفص بشكل كبير. ثم ثانيا الأمر الثاني ليدعم هؤلاء الشباب، لا يمكنش يتخلى عليهم، هو اللي كيدعمهم بالفتاوى، الآن لما الفزازي يتكلم هو يتخلى ما يمكنش، إذا خصو يزيد الدعم أمام هؤلاء الشيوخ. إذا هؤلاء الشباب الذين يتغدون على دروسه الحاضرين اللي ما عجبهمش الحال سينصرهم أبو حفص نصرا مؤزرا. أخذ الكلمة بعد الشيخ الفزازي ورد ردا عنيفا، وذكر يعني قياسه الذي سبق أن ذكرناه، قياسه المعهود، وكان هذا يذكره دائما، تقول لك هو أنت تمشي في طريقك مع زوجك مع أختك مع ابنتك مع أمك، واعترض طريقها أحد هؤلاء المجرمين واعتدى عليها أو تحرش بها أو غير ذلك، فماذا ستفعل؟ طيب ستدافع عن زوجك وأختك وأمك ولو أدى بك ذلك إلى أن تضحي بنفسك، هذا الأمر الأول. فيقيس على ذلك تقول فما بالك عندما تسمع الله يسب والدين يسب والرسول يسب والملة تسب، ماذا ستفعل؟ هل ستتراجع؟ ثم يقول الله
يعني كيف بك تصبح أمك وزوجك وأختك أحب إليك من الله ورسوله ومن الدين، فأيهما أحب إليك؟ طبعا الواضح الجواب الشباب، ولذلك لما قال هذا الكلام ثم قال في الأخير بالحرف، قال هذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الشباب هي بطولات يجب أن تكتب بماء الذهب. هكذا صريح العبارة، لازلت أذكرها إلى الآن، ولذلك ضج السطح، لأن كنا في سطح هذا المنزل، ضج هذا السطح بالتكبير، كبر الشباب، وطبعا الفزازي سكت ولم يقل أي كلمة ولم يعقب على ذلك. هذا النصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد بهذا الشكل، هذا مما اختص به أبو حفص بفاس وحده، وكان له يعني موقف شديد فيه، وكما سبق ذكرنا في الحلقة الماضية شكل هو نفسه ميليشيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سيترتب عليه أمر خطير جدا في نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. فأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.